السلام عليكم. النهارده باذن الله طالعين نتكلم عن حلقه مهمه جدا، تمام، ولازم تتابعني لحد اخر الحلقه عشان تستفاد معايا. حلقه النهارده ازاي تتعامل مع الطيور بتاعتك في فصل الصيف. طبعا زي ما انتم شايفين الجو حر جدا النهارده، جو رخم قوي. انا مش عارف انا ازاي اصلا متقل كده، يعني انا مش عارف. بس المشكله ايه، احنا في اليومين بتوع النهارده كده او اليومين اللي احنا فيهم بمعنى صح، تمام، الجو بيكون حر قوي الصبح وبالليل بيكون برد. يعني الصبح بيكون حر وبالليل بيكون برد. طبعا دي يومين عايه، يعني يومين مرض يعني بمعنى صح، تمام. فطبعا انا جيت النهارده جايه فتره طيور بتاعتي الساعه 2:30، تمام. فطبعا جيت فتره طيور بتاعتي لقيت النوتي فاتحه جناحاتها والزغلول مفرهده، اللصوص كلها مفرهده، الزواج اللي عنده كلها مفرهده. فطبعا باذن الله لازم نشوف النهارده نتعامل معاهم ازاي عشان خاطر ما نخسرش طير من الطيور بتاعتنا باذن الله تعالى، والفصل دوت يعدي معانا على خير ان شاء الله تعالى. بس قبل ما نبدا النهارده ان شاء الله حلقتنا، حابب اقول لحضراتكم احنا هنعمل النهارده ان شاء الله كذا فيديو، بس مش هينزلوا النهارده، يعني هينزلوا ورا بعض كده باذن الله تعالى. حابب اشوقكم واعرفكم ان شاء الله الايام الجايه هيكون عن طريقه فطم زغليل الرز او الفشر. طريقه فطم زغليل الرز او الفشر ان دي بيكون لهم طريقه معينه تانية خالص، تمام. دي حاجه. الحاجه التانية بكره الجمعه ان شاء الله، يعني بكره الجمعه هنبتدي اللي احنا ننزل نصور في السوق، هنعرف السوق ماشي ازاي والتقارير بتاعت السوق اتقال فيها ايه ولا مشيت ازاي، وهنعرف التجار اتلمت بكام، وهنعرفكم الاسعار. احنا هنطلع باذن الله تعالى هنعرفكم الاسعار هتكون ماشيه ازاي بكره ان شاء الله، وهناخد لفه بكره في السوق وهنعرفكم الدنيا مشيت ازاي، ولو اشترينا حاجه بكره من السوق هنعرضها بكره مع بعض وهنعرفكم الدنيا كلها بكره مشيت ازاي. ومش ناسي الاستاذ رامي، الاستاذ رامي كان كلمني وقال لي عاوزين جدول مشروع عن الرز اللاتيني، يعني عاوزين جدول مشروع عن تربيه الرز اللاتيني، هل هو مربح ام لا. طبعا هو كان علق لي على الفيديو بتاع جدول مشروع الكوكتيل اللاتيني، فطبعا هو عاوز بقى نفس التجربه على الرز اللاتيني، وهنطلع نعملها ان شاء الله. انا هصور ده كله النهارده ان شاء الله في نفس اليوم، وهبتدي اعرضهم بالتدريج، يعني كل يوم فيديو بمعنى اصح، تمام، او كل يوم فيديوهين زي ما تيجي يعني ان شاء الله تعالى. انا حبيت بس اعرفكم وحبيت اشوقكم الايام الجايه هتكون فيها ايه، وبعد كده ان شاء الله هنبتدي اللي احنا ننزل الاسواق وهنعرف الدنيا ماشيه ازاي والاسعار بتتلم ازاي، وهعرفكم كل حاجه بالسعر. انا هعرفكم كل حاجه بالسعر باذن الله تعالى زي الفيديوهات اللي احنا بننزلها في اول القناه بتاعتنا ان شاء الله تعالى، تمام. النهارده بقى باذن الله نرجع للحلقه بتاعتنا. الحلقه بتاعتنا ان شاء الله انا زي ما بقول لكم انا جايب فطر الطيور بتاعتي، ولقيت المنظر مؤسف، يعني المنظر مش كويس، الحاجه كلها واقفه مفرهده، يعني الحاجه كلها واقفه مفرهده. طيب انا عامه كلمتكم في كذا فيديو عن الستاره اللي لازم تكون في البلكونه، كلمتكم كذا مره عن الستاره اللي لازم تكون في البلكونه. بتيجي كده افتح الستاره مع بعض كده ونشوف هتدخل معانا ايه. شايفين كمية الشمس؟ يعني انتوا شايفين كمية الشمس عاملة ازاي؟ نقفل تاني، تمام؟ كمية الشمس دي بتقعد 8 ساعات في اليوم، يعني بتقعد 8 ساعات في اليوم، لو الثمان ساعات فضلوا ضاربين على طول في وش العصافير التلقائي بتاعتنا، صدقني العصافير بتاعتنا هتموت. فلابد من الستارة دي، الستارة دي بتكون موجودة معانا صيف شتاء، طبعا زي ما انت شايف فوق الماسورة في حوالين الستارة بيكون في فتحات هواية بتدخل لهم نفس، بتدخل لهم الكلام ده كله، تمام؟ الحاجة التانية بإذن الله تعالى انا عندي فتحه تهويه، يعني انا عندي فتحه تهويه ورا الكاميرا على طول، وكنت صورتها لحضراتكم قبل كده. فتحه التهويه دي انا كنت قافلها بمشمع عشان خاطر الشتاء، فهبتدي في الصيف في عز الصيف ان انا افتحها. دلوقتي انا مش هينفع افتحها عشان خاطر زي ما بقول لكم الصبح بيكون الجو حر وبالليل بتبرد، فانا كده هبتدي ان انا اعي الطيور بتاعتي، اللي انا امرض الطيور بتاعتي بايد انا، فانا مش هينفع افتحها دلوقتي لما الجو يستقر ويبقى كله حر ليل ونهار حر. فهبتدي ان انا افتح الستاره اللي هي ورا الكاميرا على طول ديت. الستاره الثانيه دي ما بتدخلش شمس، بالعكس هي بتدخل هواء، هواها بحر بمعنى صح، انما الجزء ده كله بيدخل معانا شمس، تمام. الحاجه الثانيه هنقدم خضروات، هنقدم خضره وبالذات الخس. الخس يعني بيرطب على الطيور جدا، يعني بيرطب عليهم جدا، الخس والجرجير والحاجات دي كلها بترطب على الطيور جدا. احنا كنا في الشتاء بنقدم مرتين بس في الاسبوع، يعني كنا بنقدم مرتين في الاسبوع خضره، دلوقتي احنا هنقدم ثلاث مرات عشان خاطر هم محتاجين ترطيب، محتاجين حاجه ترطب عليهم، لان الحاجات دي بتخفض درجه الحراره. الحاجه بقى المهمه قوي كمان، الميه بتاعتنا، الميه بتاعتنا لازم تتغير كل يوم، كل يوم باستمرار، وتغيرها في فتره الظهر، يعني من الساعه 12 للساعه 11 للساعه 1، الفتره اللي بتبتدي فيها الشمس ان هي تهل على المكان عندك، يعني بتبتدي ان هي تهل على المكان عندك، هنبتدي ان احنا نغير الميه بتاعتنا ونغيرها بميه رطبه. يعني انا دلوقتي جيت مثلا افتح الحنفيه بتاعتي، تمام، لقيت بتنزل ميه كانها نازله من السخان، مش حلو،
مش حلوه ليهم خالص. عامه انا جايبلهم اسهال، وانت هتلاحظ ان كميه الغدرات عندك مليانه اسهال في الايام الجايه بسبب الحر. ما تقلقش على فكره، دي بيكون بسبب الحر. تمام، في احنا الميه بتاعتنا هنبتدي ان احنا نغيرها، الميه رطبه ولا ساقعه قوي ولا سخنه قوي، ان هي تكون وسطيه، وهنغيرها في الفتره بتاعه الظهر ان شاء الله تعالى. تمام، احنا كده خلصنا من الفتره بتاعه الميه، خلصنا من الفتره بتاعه الستاره، اتكلمنا عن الكلام ده كله، اتكلمنا عن الخضره. تمام، الحاجه المهمه بقى الثانيه اللي احنا نحمي الطيور بتاعتنا كل 24 ساعه. الحاجه الاخيره بقى ان شاء الله اللي احنا نحمي الطيور بتاعتنا كل يوم، اللي احنا نحمي الطيور بتاعتنا كل يوم. طب نحميها كل يوم امتى؟ نحميها كل يوم برضو في فتره الساعه 1 الساعه 2 الساعه 12، الفتره اللي بيكون فيها الجو حر. زي انا دلوقتي، انا بصوا انا دلوقتي عمال اعرق، يعني انا دلوقتي عمال اعرق مع اني انا لابس ده لوحده، مش لابس حاجه تحت منه يعني بمعنى اصح. تمام، الفتره ديت بتبتدي ان انت تحمي الطيور بتاعتك ببخاخه. هنحميها دلوقتي قدام بعض وهنرش عليهم. الطيور ما بتخافش من الميه، الطيور بتعشق الميه، وبالذات في الجو اللي احنا فيه دلوقتي. تمام، انا هوريك دلوقتي البخاخه بتاعتي، دي البخاخه بتاعتي، بخاخه على قد كده يعني، انا عامل لها شويه تعديل كده عبال ما اجيب بخاخه يعني ان شاء الله. البخاخه بتاعت الصيف اللي فات كانت باظه، فانا شغلت دماغي كده ولقيت ديت، وجبت لها البخاخه ديت بتاعت البرفان، وهبتدي ان انا ايه ارش عليهم لحد بس ما باذن الله اجيب بخاخه يعني ان شاء الله. طيب، يا دي ميه الصفرا ليه كده؟ يعني دي ميه الصفرا ليه كده؟ ديت انا حاطط فيها خل تفاح، انا حاطط هنا خل تفاح على ميه رطبه، مش ميه من الحنفيه، لان الميه بتاعت الحنفيه انا لقيتها سخنه، لقيتها سخنه ما ينفعش انا كده هعيط الطيور بتاعتي. فانا جبت ميه رطبه، بمعنى صح ان هي مثلا من كولمان او مثلا اي مكان تاني، بس كل الميه بتاعته كويسه تكون رطبه، وحطيت في جزء منها خل تفاح. طب ليه خل تفاح؟ طبعا انتوا عارفين ان الحشرات بتتلم في مرحله الصيف، الحشرات بتتلم في مرحله الصيف، فطبعا احنا جبنا دلوقتي خل تفاح لانه بينطر الحشرات، بيبعد الحشرات عن الطيور خالص، بيترد نهائي. تمام، الحاجه الثانيه بيدي لمعان للريش وبيقويه، خل التفاح بيدي لمعان للريش وبيقويه، فلا بد من خل التفاح. انا عامه بفضل لما اجي احمي الطيور بتاعتي لازم احط لها خل تفاح، ولازم في الفتره اللي انا بقول لحضراتكم عليها، اللي هي الفتره ما من الساعه 2 لحد الساعه، يعني من الساعه 1 لحد الساعه 2 هنبتدي ان احنا نحمي الطيور بتاعتنا قدام بعض، ونعرف دلوقتي الدنيا فيها ايه باذن الله تعالى بنفس الطريقه كده. بصوا، طيور واقفه، طيور واقفه مش خايفه، يعني طيور واقفه مش خايفه بنفس الطريقه كده. رطب على الطيور بتاعتك، ابعد بعيد عن الاكل، ابعد بعيد عن الاكل خالص، عشان الاكل بتاعك ما يبص. هو مش غلط ليهم، بس عشان خاطر الاكل ما يبص. بصوا، الحاجه مش هتبع، الحاجه واقفه ومبسوطه وفرحانه، مفيش اي حاجه. حاجه عماله ترفرف، والله الحاجه مبسوطه يا جماعه، يعني يا ريت اللي انت تعمل الكلام دوت، عشان الكلام ده هيفرق معاهم جدا والله صدقني. شفت الطريقه؟ انا عامه هكمل، هبتدي ان انا احمي الطيور بتاعتي كلها. تمام، بس عشان خاطر وقت حضراتكم، وعشان ما اطولش عليكم، انتوا كده عرفتوا الدنيا فيها ايه، وعرفتوا هتمشي ازاي، وبالتوفيق للجميع، وشكرا جدا لاستماع حضراتكم. السلام عليكم.